أهلا بكم في أخبار المساء. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني محادثات مع نظيره الإيراني وزير الخارجية دكتور حسين أمير عبد اللهيان، مباحثات رسمية بمسقط استعرضت علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وتطوير وتنمية المصالح والمنافع المتبادلة بين البلدين وشعبيهما الصديقين. نجحت شركة طلابية من مدرسة دوحة الأدب بمحافظة مسقط من ابتكار خيوط للطابعات ثلاثية الأبعاد صديقة للبيئة ومستدامة، صنعت من مواد عضوية وبلاستيك حيوي. انتهت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من تركيب حواجز الأمان الاسطوانية في عقبة حمرير بطريق ثمريت صلالة. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.